صباح الخير يا جماعه، انا حبيت اشارك معاكم الموقف اللي حصل لي النهارده. اني صحيت على وعكه صحيت الصبح على الارم الموتوسيكل بيضرب يعني بقاله شويه غالبا، بس انا كنت رايح في النوم فصحيت سمعته بيضرب، فافتكرت ان في ايه ده، في حد بيسرق الموتوسيكل. قمت اجري بسرعه، مخي بقى عمال بيهيئ لي ان في ناس فعلا بتسرق الموتوسيكل بتاعي، وسمع دربكه في الشارع تحت. فبنادي شمشون، تعال يا شمشون معايا هنلحق بقى وهنجري على الحرمية. ومخي عمال بقى برسم سيناريوهات وبتاع، انا هخش احارب الحرمية. بس طبعا شمشون ما عبرنيش، هوريكم شمشون بعد شوية اللي ما عبرنيش ده. ولا اكني بني. وبعدين قررت استعين بهذا الشيء كسل يقوم يجري ورايا زي ما انتوا شايفين كده، قاعد فاهم يتمطع في السرير بتاعه مش عاوز ينزل. المهم سبته ونزل وجريت، نزلت تحت بصيت بقى شفت طبعا الموتوسيكل في الحاله اللي انتوا شفتوها فيها دي. طلع الموتوسيكل مولع. فقعدنا طبعا يعني شويه عبالا ما لقينا المايك اتقطع كمان، فده يعني اللي زود ان الموتوسيكل يتحرق اكتر. قعدنا نحاول ندور على ميه، مفيش ميه. ابتدينا ندور على الرمله، مفيش رمله. طب نعمل ايه؟ مخي هيئ لي ايه ده، طب العربيه فيها طفايه حريق، طب الحق اطلع هات مفتاح العربيه. حد طلع جاب مفتاح العربيه، نزلت جريت على العربيه افتح شنطه العربيه، الاقي شنطه العربيه متكدسه بشنط عشان التصوير، فانا مفيش مش عارف اطلع الشنط. طلعت الشنط، المهم بدور على الطفايه لقيت الطفايه، رجعت طفينا الحريق. المهم الحريق اتطفى، ببص على الموتوسيكل طبعا الموتوسيكل كله سايح، مش فاهم الحته الورانيه دي سايحه ازاي. بس وبقى طبعا اتحروقت في كل حته، ايديا بقى متحروقه في كل منطقه فيها، رجليا عشان كنت نازل حافي فرجليا كلها متحروقه من تحت. برضه هوريكم صوره ليها. بس دي ده الصباح اللي انا صحيته النهارده الساعه 6:30 الصبح كده، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل.